أطلقت رئاسة الحرمين خطة تكاملية لضمان نظافة المسجد الحرام خلال حج هذا العام من خلال الحرص على زيادة أعداد معدات التنظيف ومعطرات الجو لضمان نظافة ساحات الحرم بشكل كامل وعلى مدار الساعة. نعم، حيث تقوم إدارة تطهير المسجد الحرام بإعداد خطط وتجنيد 200 موظف سعودي بالإشراف على 4000 عامل وعاملة يقومون بتطهير المسجد الحرام. هل تفكرت يوما كيف لمساحة هائلة لا تغلق أبوابها على مدار الساعة وزوارها بمئات الآلاف وتارة بالملايين، كيف لهذه البقعة الطاهرة أن تظل نظيفة على الدوام؟ مدير إدارة تطهير المسجد الحرام يجيب: تقوم إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام بإعداد خطط مبكرة وبرامج وتجنيد 200 موظف سعودي بالإشراف على 4000 عامل وعاملة يقومون بتطهير المسجد الحرام على 10 غسلات يوميا في خلال 24 ساعة. يستهلك من أدوات التطهير أو من المواد المطهرة التي تشارك في الغسيل 130 ألف لتر يوميا، وكذلك على أدوار المسجد الحرام بساحاته وبمرافقه، وكذلك يشارك في أعمال الغسيل عدد 500 معدة وأداء للإنجاز، ليكون إنجاز أسرع ويكون في وقت زمني قياسي. اهتمام بكل التفاصيل، رائحة الرخام والسجاد وتعطيره بماء الورد وأيضا تعطير الهواء في بيت الله الحرام. تم فرش 13000 سجادة ويتم ترتيبها وكنسها ومتابعتها بشكل يومي، وكذلك يتم تعطير المسجد الحرام ب 2500 لتر يوميا، وكذلك تركيب 150 فواحة جدارية. 13000 دورة مياه تستقبل مئات الآلاف من الحجاج، وأيضا 13000 سجادة تراقب نظافتها وتعطر على مدار الساعة. مساحات شاسعة وتفاصيل كثيرة، الأسقف، الأعمدة، الأبواب وغيرها الكثير، كل ذلك قد يجيب عن تساؤلك كيف لهذه البقعة الطاهرة أن تظل نظيفة على الدوام. عبد الله الرويس، الحرم المكي.